بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يبدأون كتب الفقه بأركان الإسلام أولا، والتي هي الشهادتان، وهذا له كتب خاصة هو كتب العقائد. الثاني قام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، هذا هو الركن الرابع وهو موضوع هذا الدرس بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، والخامس الحج والعمرة. هذه أركان الإسلام، ثم بعدها المعاملات، بعدها الجهاد، بعد أركان الإسلام كتاب الجهاد ثم المعاملات إلى آخره. الصيام هو أحد أركان الإسلام، هو صيام شهر رمضان، الشهر التاسع من أشهر السنة، فرض الله صيامه على هذه الأمة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، توفاه الله بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب يعني فرض، وفرض ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبه فهو كافر بإجماع المسلمين، يجب أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وأما من أقر بوجوبه ولكنه يتكاسل عن الصيام، هذا يجب إلزامه بالصيام، يجب على ولي الأمر أن يلزمه بالصيام وأن يعزره على تركه، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن المشي، الإمساك، والمراد هنا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ويكون هذا الإمساك بنية، بنية الصيام. فلو أمسك عن الطعام والشراب ولم يأكل ولم يشرب فلا يسمى صائما الصيام الشرعي، هو صائم الصيام اللغوي، لكن الشرعي لا، حتى ينوي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الأعمال يعني العبادات تصح بالنيات، العمل بدون نية لا يقبل ولا يصح. هو الإمساك
عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية، ساك مع النية، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، الليل ما في صيام، أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآية. فما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا محل الصيام، طال النهار أو قصر يصام النهار في رمضان، من كان حاضرا غير مسافر، صحيحا غير مريض، يجب عليه الصيام أداء، ومن كان مريضا ويتضرر بالصيام فإنه يفطر ويقضي من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، المريض يفطر بقدر الحاجة، لا يجمع بين الصيام والمرض، يشق عليه هذا، خفف الله عنه وأباح له الإفطار، لكن بشرط أن يقضيه من أيام أخرى غير رمضان، فلا بد من الصيام أداء أو قضاء. ثاني المسافر، المسافر يفطر لأن السفر فيه مشقة أو مظنة المشقة، فلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام، ولذلك خفف الله عنه فأباح له الإفطار بشرط أن يقضي من أيام أخرى. هذا المريض الذي يرجى شفاؤه، أما الذي لا يرجى شفاؤه وهو يحتاج إلى الفطر يفطر وعليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، كيلو ونصف عن اليوم، يدفعها إلى المحتاج، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن فصيام رمضان له ثلاث حالات: الحالة الأولى المقيم الصحيح يلزمه الصيام أداء، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني حضر، شهد يعني حضر غير مسافر، فليصم أداء. الثاني المريض الذي يرجى شفاؤه، فهذا يفطر ويقضي من أيام أخرى، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني مريض يرجى شفاؤه أو مسافر، فهذا يفطران ويقضيان من أيام أخرى له إلى رمضان المقبل، لكن كل ما بادر بالقضاء فهو أفضل، وإذا لم يبقى على رمضان المقبل إلا قدر الأيام التي عليه وجب عليه الصيام، وجب عليه صيام الأيام الماضية من رمضان الماضي، وإذا لم يستطع القضاء ودخل عليه رمضان الجديد يستمر مفطر،
نظرا لعذره فيقضيه بعد رمضان لأنه معذور. الثالث المريض مرضا لا يرجى شفاؤه يسمونها المرض المزمن، يعني الذي لا يرجى له شفاء، عذر مستمر معه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. هذه أحوال الناس في شهر رمضان المبارك، وهذا التفصيل سيأتي إن شاء الله، هذا مجمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الله أوجب علينا صيام شهر رمضان. متى يبدأ الشهر؟ متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي؟ بالهلال. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، العبادات والديون وغير ذلك، هذه الحكمة من الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا لم يرى الهلال فبإكمال شعبان 30 يوما، يعني يجب الصيام بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني لم تروا لغيم أو قتر أو غير ذلك، فأكملوا شعبان 30 يوما، لأن الشهر إما 29 هذا هو الغالب، وإما 30. فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له وش معناها؟ فسرها الرواية الثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولا يصام بغير هاتين العلامتين: رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. ما يصام بالحساب، الله ما أحالنا على الحساب، لأن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، أما الهلال فإنه لا يخطي، مقدر تقدير لا يتخلف ولا يتغير. الله علق الصيام بالهلال بداية ونهاية، وأما الحساب فلا اعتبار له في الإسلام، لأنه عمل بشري يخطي ويصيب، ولا كل الناس يعرفون الحساب. الله علق الصيام بشيء ظاهر يراه المتعلم والعامي والحضري والبدوي، وأمر ظاهر وهو الهلال، رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، هذا كل يعرفه. الأحكام الشرعية ما تعلق بالأمور الخفية، إنما تعلق بالأمور الظاهرة. فالصلاة طلوع الفجر، زوال الشمس، الظل إذا تساوى مع الشاخص العصر، غروب الشمس، غروب الشفق الأحمر، هذه علامات ظاهرة يراها كل مسلم. أما الحساب هذا أمر خفي، وأيضا هو مظنة الخطأ، أنه عمل بشري.
الله علق عباداتنا بأمور ظاهرة يراها الناس، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. على جميع الناس، هذه مسألة. إذا رؤي الهلال هل يلزم الناس كلهم على وجه الأرض أن يصوموا إذا رآه بعضهم في أي مكان؟ يلزم الأمة جميعا أن تصوم في كل الأرض، أو يجب على أهل الإقليم الذي رؤي فيه الهلال؟ وكل قوم لهم رؤيته، هذا القول الثاني وهو الصحيح، أنه لا يجب الصيام على كل الناس لأن هذا فيه كلفة، ولكن يصوم أهل الإقليم لأن المطالع تختلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تختلف المطالع باتفاق أهل الملة، تختلف المطالع، يطلع الهلال عندنا قبل أهل الهلال يطلع عندنا قبل أهل المغرب، اختلاف المطالع. فلكل قوم رؤيتهم، فإذا رؤي الهلال في إقليم وجب على أهل ذلك الإقليم كلهم أن يصوموا، وأهل الإقليم الثاني يجب عليهم الصيام برؤيتهم إذا رأوه، وهكذا. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو الصحيح، لا يسع الناس إلا هذا. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم. إذا رؤي الهلال يجب الصيام على أهل الإقليم الذين رؤي فيهم الهلال. الإقليم الثاني الذي يختلف مطلعه عن هذا المطلع يصومون إذا رأوه هم، ولو تأخر بعضهم عن بعض. بعض الناس يقول لا، خلوا المسلمين يصومون جميع، لا ما هو بلازم، هذه كلام المسلمين كلهم يصوم برؤية الهلال، برؤية بلده، برؤية بلده وإقليمه، هذا هو اليسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وعلى من حال دونهم ودون هذه الحالة الأولى، إذا رؤي الهلال يصام عليه. الحالة الثانية إذا ما رؤي الهلال، ليلة 30 من شعبان ما رؤي الهلال، نصبح مفطرين، نكمل الشهر 30 يوما، إن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. هذا هو القول الصحيح. القول الثاني إن هذا يوم شك، يوم 30 يوم شك، فيجب الصوم احتياطا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، هذا القول لا، يوم الشك ما يصام. قال في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يصام يوم الشك، بل يكمل الشهر 30 يوما، إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان. هو معروف، هو السحاب، والقتر هو الغبار الذي يكون على الأفق ولا يرى الهلال. نعم. ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. لا، هذا ما هو بالصحيح. الصحيح أنه ما يجوز صيام يوم الشق، يصبحون مفطرين ويكملون شعبان 30 يوما، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكملوا شعبان 30 يوما،
نعم. ويجزئ إن ظهر منه. قال ويجزئ، يجزئ يوم الشك عن رمضان إذا ظهر أنه منه، إذا ظهر أنه من رمضان. تبين لنا بعدين أنه من رمضان، إحنا صمنا وإحنا ما جزمنا أنه من رمضان، صمنا شك. أنا ذي يقول يجزي، يجزي على أنه من رمضان حتى مع الشك، هذا فيه نظر. الله ريحنا، ما نصوم، نفطر، وإذا كملنا 30 نصوم. نعم. وتصلى التراويح، تصلى التراويح ليلة الشك، ليلة 30 من شعبان، اعتبار أنه من رمضان، هذا على القول بأنه من رمضان، والصحيح أنه ليس من رمضان. لا تصلى التراويح ولا يصام في يوم الشك، هذا هو الصحيح. نعم. ولا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت بقية أحكام الشرع، إنما قيل للصيام والتراويح احتياطاً، ما أحكام بقية أحكام الشهر فلا تثبت، وهذا مما يضعف هذا القول. نعم. كوقوع، إذا مثلا كان لك دين، كان لك دين مؤجل بنهاية شعبان، صار ليلة شك، يحل الدين ولا ما يحل؟ يقول لا، ما يحل الدين. طيب إذا صار الدين ما يحل، كيف إنه يحل الصيام؟ نعم، هذا من التناقض. نعم. كوقوع الطلاق، إذا علق طلاق، من المسائل إذا علق الطلاق على نهاية شعبان وصار ليلة 30 شك، هل تطلق زوجته أو لا تطلق؟ يقول لا، ما تطلق، الأصل بقاء النكاح، لا تطلق مع الشك والطلاق، وهذا مما يضعف هذا القول. نعم. والعتق، العتق إذا اعتق، علق عتق عبده على نهاية شعبان وصار شك، ما يقع العتق مع الشك، الأصل بقاء الرق، ما يعلق عليه غير الصيام فقط، يقول احتياطا. الحمد لله، الاحتياط في ترك الصيام. نعم. وحلول الأجل، حلول آجال الديون مثلا معلقة على شعبان، على نهاية شعبان ما تحل مع القتر والغيم، قال هذا نهاية شعبان، لا، هذا كله تضعف القول بوجوب صوب يوم الشك. نعم. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم. نعم، عرفنا أن الصيام يجب برؤية الهلال. رؤية من؟ كل الناس لابد يرونه، هذا صعب، برؤية واحد من المسلمين، إذا رآه واحد من المسلمين لزم الناس كلهم الصوم برؤية واحد منهم، فشهر رمضان يدخل بشهادة واحد، إذا شهد أنه رأى الهلال يعمل برؤيته ويلزم الجميع الصوم. نعم. بخبر مسلم مكلف، يشترط في الذي يرى الهلال أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا يعمل برؤية الصبي الذي دون البلوغ ولا برؤية غير العاقل المجنون والمعتوه الذي لا عقل له، ما يعمل به. نعم. عدل، ثالثا يكون عدلا، يعني ليس فاسقا، إذا كان فاسق فلا يعمل برؤيته، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يشترط في الرأي للهلال أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون عدلا غير فاسق، إذا توافرت هذه الشروط يقبل خبره بدخول الشهر. نعم. ولو عبدا أو أنثى، ولو كان الذي رآه عبدا، يعني مملوك، يعني مملوك، ما يشترط الحرية، مسلم، ما دام أنه مسلم وعدل ولو كان مملوكا. وكذلك المرأة،
إذا رأتهم رأة تتوفر فيها الشروط يقبل قولها يصام برؤيته لعموم الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولأن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هذا دليل على قبول خبر الواحد رؤية الهلال. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه رأى الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. فهذا دليل على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال. نعم. وتثبت بقية الأحكام تبعا. نعم، بقية الأحكام المتعلقة على الشهر تثبت برؤية الواحد تبعا للصيام. الديون تحل، والطلاق المعلق يقع، والعتق المعلق يقع برؤية الواحد العدل الذي توفر فيه الشروط. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. أما بقية الشهور مثل شهر شوال، خروج الشهر ما يقبل فيه واحد، لا بد من اثنين فأكثر. وكذلك بقية الشهور، قوله تعالى واستشهدوا شهيدين، اثنين ما يكفي الواحد. أشهدوا ذوي عدل يعني اثنين منكم. فبقية الشهور لا تثبت إلا برؤية شاهدين، أخبار شاهدين، عيد الفطر وغيره من بقية الشهور. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. عرفنا الآن بماذا يثبت دخول شهر رمضان، وما هو النصاب في الشهادة، نصاب في الشهادة وشروط الرائي للهلال. عرفنا كل هذا وعرفنا الأدلة على ذلك والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. يعني على من يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان ب4 شروط. يجب صوم رمضان على المسلم ب4 شروط. نعم، انتبهوا. الإسلام. شرط الأول الإسلام، فالكافر لا يصوم ولو صام ما يقبل منه، لأنه يشترط الإسلام أن يكون مسلم. العبادات كلها ما تصح من الكافر حتى يسلم، كل العبادات لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا، حتى يسلم. فإذا أسلم تجب عليه الأحكام، قبل إسلامه لا يصح منه عبادة. قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار، جعلناه هباء منثورا، لا يقبل، هباء غبار، الهباء هو الغبار، ما يقبل منه شيء ما دام كافر. العبادات لا تصح من الكافر رمضان ولا غير رمضان حتى يسلم. نعم، هذا واحد. والبلوغ. الشرط الثاني البلوغ، لا يجب الصيام إلا على البالغ، أما من دون البلوغ فلا يجب عليه الصيام، لكن يؤمر به ويصومه نافلة لأجل يتدرب على الصيام، لا إلزام وإنما من باب الاستحباب، كما يؤمر بالصلاة وهي لا تجب عليه لكن ليدرب عليها وتكون له نافلة. نعم، هذا الشرط الثاني البلوغ. نعم. والعقل. الشرط الثالث العقل، اللي ما عنده عقل كالمعتوه، اللي ما له عقل أصلا، أو المجنون الذي فيه مس من الجن ولا يعقل، هذا ليس عليه الصيام.
لأنه يشترط النية للصيام، وغير العاقل ما يستحضر النية، ما له نية، مثل الخشبة أو الحديدة، ما له نية، لا نية إلا مع العقل. نعم. والقدرة عليه. الثالث الإسلام والعقل، والثالث الشرط الثالث القدرة على الصيام. الذي لا يقدر على الصيام إن كان عذره مؤقتا يفطر ويقضي، كان عذره مستمرا هذا ما يجب عليه الصيام، إنما يجب عليه الفدية، ففدية طعام مسكين. نعم، كما سبق. نعم. فمن عجز عنه. طيب، كم صارت شروط وجوب الصيام على أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ، الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. إذا توفرت هذه الشروط وجب الصيام على كل مسلم، إذا اختل شرط منها فلا يجب. نعم. فمن عجز عنه لكبر أو مرض. هذا العاجز الذي عجزه مستمر ولا يرجى له قدرة، هذا يطعم كما سبق. نعم. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله. نعم، هذا الذي لا يرجى زوال عذره، وهم صنفان: الكبير الهرم، والثاني المريض المرض المزمن الذي لا ينتظر له شفاء حتى يقضي إذا شفي، هذان عليهما الفدية. نعم. أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. ما مقدار الإطعام؟ دار الإطعام على قولين، قيل إنه يكفي المد وهو ربع الصاع، هذا المذهب إنه يكفي المد، لأن المد يشبع الإنسان، يشبع الإنسان، يكفي المد ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. قول الثاني إنه نصف الصاع، نصف الصاع مدان، يعني ما يكفي المد، هذا القول الثاني، وهذا أحوط، إنه نصف الصاع هذا أحوط، يعني الآن مقدار كيلو ونصف، نصف الصاع الآن مقداره كيلو ونصف. نعم. أو نصف صاع من غيره. المد من البر، نصف صاع من غيره، من التمر، من الشعير، من الذرة، لأن نصف الصاع من غير البر يعادل نصف الصاع من البر، يعادل المد من البر، لأن البر أفضل، نصف الصاع من غير البر يعادل المد من البر. نعم. واللي يفتى به الآن إنه نصف صاع على كل حال مقدار كيلو ونصف. عرفنا شروط الوجوب، هذه شروط الوجوب اللي انتهت. شروط الصحة بعد توفر الوجوب، بعد توفر شروط الوجوب، شروط زائدة على شروط الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كم مدة الرخصة للمسافر؟ هل هي 4 أيام فقط؟ يسأل عن مدة الرخصة للمسافر في الفطر. ما دام السفر موجود رخصته، ما دام السفر موجودا فله الرخصة بالإفطار والقصر، قصر الصلاة، إذا انتهى السفر انتهت الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في العشر الأخيرة من رمضان، هل الأفضل أن أصلي التراويح بعد العشاء أم التهجد؟ كلهن صلي التراويح بأول الليل والتهجد في آخر الليل، هكذا السلف يعملون، كذا تراويح في أول الليل وتهجد في آخر الليل، لأنها ليالي ترجى فيها ليلة القدر، فيتهجدون فيها زيادة على التراويح،
وجد الآن من تسبيل طلب العلم يقولون لا ما فيه إلا صلاة واحدة، إما أول الليل وإما آخر الليل في كل الشهر. هؤلاء كسالى يريدون ينامون ولا يريدون الخير، ما يعتبر قولهم، ما يعتبر قولهم. المسلم يرجو الخير ويعمل ولا يكسل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من جامع ناسيا في نهار رمضان هل يفسد صيامه وما الدليل؟ نعم، إذا جامع بطل صيامه ناسيا أو عامدا، لأنه ما ورد استثناء الناسي، ما ورد هذا. الذي جامع في رمضان أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة ولم يستفصل منه هل أنت ناسي ولا ما نسيت. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أراد أن يفطر يوما من شهر رمضان لأن عنده امتحان من الساعة 9 إلى 5 مساء؟ إذا نوى الإفطار أفطر، لأنه قطع النية، اشترط في الصيام الفرض استمرار النية. فإذا أراد أنه يفطر ويقطع الصيام بطل صيامه، يعني نوى أنه يفطر في أثناء النهار ثم قال ها أو أكمل الصيام، نقول خلاص راح عليك الصيام لأنك قطعت النية. والصيام هو إمساك مع نية، أنت قطعت النية راح عليك الصيام لازم من قضاء، لكن تمسك بقية اليوم من باب احترام الوقت، ولا القضاء وجب عليك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان بالإعسار؟ لا، تبقى في ذمته متى ما قدر ينفذ، إذا لم يقدر الشكوى إلى الله. نعم. وهذا سائل يقول: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ هذا في الأموال يا أخي، هذا في الأموال، تقبل شهادة رجل فإن لم يكن فرجل وامرأتان، هذا في الأموال لا في العبادات. نعم. وهذا سائل يسأل عن بخاخ الفم، هل يفطر في رمضان؟ والله الأحوط أنه يتجنبه، خليه بالليل، هذا هو الأحوط، لأن البخاخ حق الربو هذا يقول الأطباء أنه ما يخلو من ماء ولا يخلو من دواء أيضا، فالأحوط أنه يترك. لكن إذا اضطر إليه أفتى اللجنة الدائمة بجوازه عند الضرورة، وأما إذا لم يضطر إليه فيتجنبه، يخليه بالليل. نعم. وهذا سائل يقول: ما هو يوم الشك وما حكم صومه؟ يوم الشك عرفته يا أخي، ليلة 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر، هذا يوم الشك، يعني الشك هل هو من رمضان أو من شعبان مشكوك فيه. نعم. وهذا سائل يقول: هل تجزئ وجبة الطعام عن نصف صاع؟ نعم، إذا أطعم المسكين عشاه ولا غداه، أو المساكين إذا كانوا عدد غداهم أو عشاهم أجزأ ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: أيهما أفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ الأفضل الإفطار، الأفضل للمسافر الفطر، أخذا بالرخصة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الأفضل للمسافر أن يفطر والحمد لله، ولا يشق على نفسه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شخص مصاب بالسرطان عافانا الله وإياكم، ولم يتمكن من صيام رمضان السابق، ولم يقضي حتى الآن لظروف مرضه وعلاجه بالكيمياء. هذا مرض المزمن، السرطان كفى الله شره مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، هذا يطعم، هل عليه ما عليه الصيام. نعم. وهذا سائل يقول: ما حدود الإقليم الذي يلزم من رأى الهلال أن يصوم أهله، وإذا كانت البلاد كبيرة؟ أهل الشأن يعرفه، أهل الحساب يعرفون الأقاليم
واختلاف المطالع عليها. اتفاق أهل المعرفة، يقول الشيخ الإسلام، أهل المعرفة يعني أهل الحساب، يعرفون بالتوقيت، يعرفون بالتوقيت طلوع الشمس على الإقليم وغروبها وطلوع الهلال وهكذا. صام معاوية والمسلمون في الشام، صاموا في الشام بداية الشهر. جاء واحد إلى المدينة فأخبر ابن عباس إن معاوية والمسلمين صاموا، ثبت الشهر عندهم، فقال لا، لكننا لا نصوم حتى نراه. ابن عباس في المدينة قال لا نصوم حتى نراه، ولم يعمل برؤية أهل الشام، دل على أن اختلاف الأهل المطالع، اختلاف المطالع مؤثر في الصيام. وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إن كنت صائما ثم نويت أن أفطر ولم أفطر، فهل أكون بذلك مفطرا؟ سبق الجواب عنه، أنه إذا قطع النية في الصوم الواجب، إذا قطع النية في الصوم الواجب بطل. أما النفل فلا يؤثر هذا، إذا ما أكل ولا شرب يواصل صيامه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز صيام ستة من شوال قبل قضاء الأيام التي أفطر فيها في رمضان، أم يجب القضاء أولا؟ الأحوط أنه يقضي أولا ثم يصوم الست، إذا بقي من شوال شيء يصوم الست، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. قال صام رمضان، اللي عليه قضى ما بعد صام رمضان كله. نعم. وهذا سائل يقول: كم مقدار 50 آية؟ كيف؟ كم مقدار 50 آية؟ مقدارها 50 آية، مقدارها 50 آية. أما المدة هذا يختلف اختلاف القراء، اختلاف القراء، بعضهم 50 آية تأخذ وقت وبعضهم ما تأخذ وقت. نعم. وهذا سائل يقول: من الأئمة في رمضان من يلحنون في القنوت ويطربونه. نعم، لا بأس، يعني تحسين الصوت بالدعاء طيب، لأنه يؤثر على السامعين وفيه خشوع، سبب الخشوع طيب، لكن ما يبالغ في هذا، ولا يجعل مثل القرآن بالغنة والإدغام والمدود، لا، ما يجعل مثل القرآن. نعم، لكن يحسن صوته بالدعاء، الإمام يحسن صوته بالدعاء. نعم. وهذا سائل يقول: ما وجه التفريق بين رمضان وغيره من الشهور في إثباته؟ يعني رمضان ثبت، يعني الأصل أنه لا يقبل إلا شهادة اثنين، هذا الأصل، استثني من هذا رمضان بالدليل مخصص، هذا من باب التخصيص. نعم. وهذا سائل يقول: نحن في بلاد أمريكا ولا يوجد مختصين برؤية الهلال، فهل يجوز لنا أن نتبع بلاد المسلمين مثل السعودية؟ إذا كنتم في عندكم مركز إسلامي، إذا كان عندكم مركز إسلامي فيرجع إليه في إثبات دخول رمضان وخروج رمضان. مركز الإسلامي يقوم مقام الحكومة الإسلامية. إذا ما عندكم مركز إسلامي صوموا مع أقرب البلاد إليكم، أقرب البلاد إليكم، صوموا مع المسلمين الذين هم أقرب البلاد إليكم. نعم. وهذا سائل يقول: من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته ولم يصم أهل الإقليم، فهل يلزمه الصوم وجميع أحكام الشهر؟ يلزمه الصوم إذا رد خبره ورآه، تيقن أنه رآه، يلزمه الصوم، يلزمه الصوم، لأنه رآه، صوموا لرؤيته، وهو رآه يلزمه الصوم. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل يصح الإفطار بالنية في صيام النافلة أو الفريضة؟ الفريضة نعم، ينقطع الصيام بقطع النية، أما النافلة فلا ينقطع إلا بالأكل والشرب، فلو نوى يفطر ولكنه لم يأكل ولم يشرب ثم أراد أن يواصل الصيام له ذلك في النفل، أما الفرض لا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.